مساء الخير، مرحبا بكم في موعد نهاية الأسبوع من رونديفو نوف اللي نرجع فيه على أبرز الأحداث الوطنية، ولكن أيضا عودة على أبرز وأهم أحداث الأسبوع كما كل يوم جمعة. يرافقني في التحليل والنقاش خليفة بن سالم. مساء الخير. مرحبا. نستقبل اليوم رضا الملولي الإعلامي. مرحبا بك وشكرا على تلبية الدعوة. مرحبا. مرحبا سي لطفي. مرحبا بك. مساء الخير. مرحبا وتحياتنا جميع السادة المتابعين. كالعادة نبدأ بأبرز الأحداث وبالفلاش نيوز. قرر اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد إنهاء مهام وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشايبي وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. نبدأ معك خليفة وتعليقك على خبر الإقالة والمؤكد أنه مرتبط بما حصل خلال هذه السنة في علاقة بموسم الحج. هو أكيد على مستوى الأسباب المباشرة نفسر الأسباب مرتبط بأداء وزير الشؤون الدينية في الحج والكارثة اللي لحقت بعدد كبير من حجاجنا التونسيين، واللي الحقيقة كان أداء اتصاليا دون المستوى. باش نقولوش كلمة أخرى، هو ما عادش وزير، صار في حكم الماضي كوزير، واعتقد أنه قرار الجمهورية في محله، يعني منتظر هذا القرار، ما كنتش نتوقع قرار آخر عدا أنه يتم إقالة السيد الوزير بعد تحميل المسؤوليات عما حدث. ذاك يعود إلى الوزارة وإلى رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية، اللي مفروض في نهاية الأمر نطلع على جملة من التحقيقات حول حقيقة ما حدث في علاقة بحجاجنا، سواء كان حجاج البعثة الرسمية أو الحجاج اللي مشاو بطرق خاصة عبر وكالات الأسفار أو الناس اللي مشاو في العمرة وبقاو غاد. هذاك علاش الناس الكل تقريبا حالة من الإجماع حول أداء السيد الوزير، واللي مع احترامنا ليه معناه في نهاية الأمر، ولكن كان أداء فيه شيء من الاستفزاز لمشاعر الناس والمتابعين والمعلقين والمواطنين وأسر الضحايا اللي وقعوا. يعني كان من المفروض أنه يكون ثمة معناها جهد، ثم إرادة، ثم سعي لإيجاد حلول للناس اللي كانوا مفقودين، للناس اللي كانوا موجودين في المستشفيات، لمعرفة حقيقة ما حدث في علاقة بالوفيات، لإنقاذ ما يمكن إنقاذ، الاتصال بالمواطنين هذوما رعاياك كان في الوفد الرسمي ومش في الوفد الرسمي. احنا البارح قلنا إن شاء الله ما يكونوا حراقة ماشيين إيطاليا، ولكن يوقعوا في مأزق، الدولة مجبول عليها ومفروض عليها أنها تتابع أوضاع رعاياها، ثم القانون يأخذ مجراه، كيفاش مشى، كيفاش جاء، كيفاش خرج، كيفاش تحصل على التأشيرة، ما عنده حق، ما عندوش حق، قام مخالف، ما قامش مخالف، هذاك كل إجراءات أخرى. وكي عندك مواطن عالق موجود في أستراليا أنت مطالب بمتابعته. طبعا وزارة الخارجية ولكن وزارة الشؤون الدينية باعتبار أنه الظرفية والوضعية اللي تمت فيها هكذا حالات كانت مرتبطة بموسم الحج، التفتنا لقينا السيد الوزير، مع احترامنا قلت لك توا أنا ما نحكيوش على الموضوع من الجوانب ولا الأخلاقية ولا غيرها، ولكن لقينا السيد الوزير يغطي في نشاطاته وكأنه الحدث عادي أو أكثر من عادي، وكأننا حققنا نجاح. لا يا سيدي، ما حققناش نجاح في موسم الحج في حماية أبنائنا وبناتنا اللي مشاو يحجوا، وأبائنا وأمهاتنا وأولادنا وناس، ونعرفوا ثم ناس يحج يقعد 10 و 15 سنة و 16 سنة و 20 سنة يستنى فك الفرصة هذيك باش يجي دوره للحج أو باش يلقي وسط الناس. نقولوا احنا مع احترامنا للناس كان محرقوا باش يحج ويضحي بفلوس ياسر وبغيرها من أجل أنه يعيش اللحظة ذيك اللي هو معناها مكتفي بها ومقتنع بها وحقه. في النهاية نشوفوا أداء، هذا إذا كان ما بحثناش في موضوع أداء سيد الوزير طيلة مدة إشرافه على الوزارة. رضا الملولي، باش نمشي معك أيضا للجانب الاتصالي لوزير الشؤون الدينية، هل كان مقنع وقت اللي حكى اللي الموسم الحج كان ناجح، وقت اللي تحدث أيضا عن الوزارة ستقوم بتقييم ما حصل في موسم الحج، وإحنا حتى في فترات سابقة سمعنا العديد من الانتقادات لوزير الشؤون الاجتماعية، على سبيل المثال أنه صفحة وزارة الشؤون الاجتماعية الدينية تحولت إلى يعني صفحة خاصة بوزير الشؤون الدينية. صحيح، إبراهيم الشايبي هو من الشخصيات الخلافية بالمعنى السلبي للكلمة، لأن عادة الشخصية الخلافية هي التي لا يجمع عليها الناس، ويكون هو محل خلاف فيما يتصل بآرائه بأدائه بقدرته على التواصل مع الناس بالمنشورات متاعه بالكتب متاعه. لكن الوزير هذا لم يفلح في أي جانب من الجوانب تسير
وزارة الشؤون الدينية اللي أنا شخصياً أعتبرها عبئاً على المال العام. الوزارة هذه تحديداً اللي هي سابقة ما قبل 25 جويلية وما قبل 2011 إلى آخره، الوزارة هذه بالنسبة إلي لا تقدم أي شيء للمسألة الدينية في تونس، لا على الصعيد الفكري ولا على صعيد خليني نقول معقولية الفكر الديني السائد في البلاد. ثم وزارة هذه حتى تشوف التقسيمات متاعها في فترة من الفترات تلقى واحد مدير عام القرآن الكريم. بلي شو معناه مدير عام القرآن الكريم؟ يعني ثم واحد رئيس مصلحة سورة البقرة والآخر متصل، رو شيء غريب رو. شو مدير عام القرآن الكريم؟ معقول هذا؟ دي أنا عندي ثلاث مصاحف في الدار، ما لازمهم مدير عام غادي أنا باش نفهمهم فاش يسير، نحب نفهم. هذا جانب. ثم السيد هذا يكذب على السيد الرئيس، كذب. نعطيك حاجة في لاجرونت معروفة، الجامعة في القصبة، قال له أنا بدينا فيه، عنده عميل تالي أو بدأ فيه ويصلح وترمي وترميم. مشى رئيس الدولة في زيارة يلقى دار لقمان على حاله، متفقين. ثم في الجانب الاتصالي، صفحة أي وزارة مهما كانت رأي مش صفحتك، رأي صفحة الجانب المتصل بالعمل المخصوص اللي أنت مشرف عليه واللي هو مش بتاعك أنت، هو متاع عامة الناس، بتاع الشعب التونسي. يعني أنت كي تهبط أكثر من 100 صورة ولا 150 صورة متصلة بسيادتك وأنت يعني يأخذولك في صور مع الحجر الأسود ومع البشر من جهة أخرى من الطائرة، وصول الوعي وين تحب توصل يا؟ ثم هيئتك وشكلك إيش تلبس؟ تلبس ما فهم حتى وقار، ما تجيش متاع دين، ما تجيش الدين، راهو ثم مقومات ومعايير. الوزارة هذه انت عادة، أنا بالنسبة لي من اللي شد سي علي الشابي، علي الشابي رجل فكر ورجل محترم ومن أساتذة الدينية، من أساتذة الدين. ثم الوزارة هذه ما تنجمش تفصلها، سامحني أخت عواطف، هذه ما تنجمش تفصلها على المسألة الدينية ككل في البلاد، ما تنجمش تفصلها على الجامعة اللي في رحبة الغنم، هذه جامعة الزيتونية اللي أخذت من الزيتونة كان الاسم، ولا يمكنها أن تكون معبرة عن التراكم التاريخي للجامعة الزيتونية وللأعلام اللي كانوا موجودين في الزيتونة وماذا قدموا للبلاد التونسية وللفكر الديني في تونس. ومانيش باش نعدد هنا الأسماء، ولكن ثم نسبة كبيرة منهم هم بعيدون كل البعد عن التمثل العقلاني للدين والتمثل العقلاني للمسألة الدينية ككل، وكيفاش يولي الدين عنصر توادد للتونسيين فيما بينهم أولا وفيما بينهم مع زاد الأقليات الأخرى اللي معاهم من مسيحيين توانسة ومن يهود توانسة. ثم وزارة الدين هذه آخر اهتماماتها الجالية اليهودية في تونس، وآخر اهتماماتها الجالية المسيحية في تونس. ثم مسيحيين وثم لا دينيين، ما هوش من مشمولاتها، ولكن مسيحيين ويهود شو تتذكرهم من عام للعام في الغريبة وغيرها؟ لا، ثم قدرتك، وهذا جانب اتصالي كبير ياسر، قدرتك أنت أن تحسسهم أنهم مواطنين توانسة تامي شروط، ما همش أقلية، يحملوا الجنسية التونسية كيف. خبر الإقالة سي لطفي، إقالة وزير الشؤون الدينية، هزنا للحديث أيضا على المشمولات ومهام الوزارة وفي تقييم للوزارة ككل. خلينا نثمن قرار الإقالة لأنه جاء في تجاوب بين السلطة ونبض الشارع، لأنه ما حصل أثناء أداء مناسك الحج والعدد القياسي من الموتى أصاب في مقتل المزاج العام، وكانت ردود الفعل في منتهى السلبية. وفي المقابل أمعن السيد الوزير في استفزاز مشاعر عامة التونسيين وخاصة مشاعر أهالي الضحايا. بالنسبة للسيد الوزير وهو يجتهد في نشر صوره بكثافة لم نرها حتى في عند شهيرات الانستغرام، وكأنه كان يقول لنا ما دام أنا حجيت حجة خمسة نجوم ولباس
فبطبيعة الحال عملية الحج راهي عملية ناجحة. ذكرنا بك الطبيب اللي خرج من بيت العمليات يلقى في أهل المريض يستناو، قال لهم العملية ممتازة جدا وناجحة جدا، سوف كيبوكم متوفى. أما هوبش نحكيكم على العملية اللي اعتمدنا فيها آخر التقنيات وبدأ ساعة كاملة ويحكي ليهم على نجاح العملية، أما البورة وتوفى مش مشكلة ذيك. يعني فهمت كيفاش، وكأنه الرجل هذا اختزل الفريضة هذه في شخصه، وما دام شيء هو معناها عن في اي بي دونك راو الأمور لباس. ثم كان ذلك التصريح المستفز حتى لا أقول الأرعن بأن الوفيات حصلت عند خاصة الحجيجة الغير نظاميين اللي مشيوا بتأشيرة سياحية، والعكس وبلاد هذه اللي تقريبا كل شهر قاعدة تصدر في المهاجرين الغير شرعيين، واللي يبقوا ديما مواطنين التوانسة مفروض تشملهم رعاية الدولة التونسية حيثما كانوا. ماناش مواطنين أمريكان احنا اللي في الباسبور تلقى أنه الأسطول السادس الأمريكي يتحرك في أي بقعة من العالم إذا تعرض مواطن أمريكي للخطر، وإنما احنا كتوانسة طلبنا أنه الدولة تتفاعل مع مشاعر الناس. وما دامت حصلت وفيات بهذا العدد كان على السيد الوزير ووزارته الموقرة أنه تخرج بلاغ تعطي فيه حقيقة ما حصل، تواسي أهالي الضحايا وتعرب على نيتها وجودها في معناها إنقاذ ونجدة من تبقى من حجاجنا التائهين. لكن بطبيعة الحال ضرب السيد الوزير عرض الحائط بكل المشاعر العامة وتفق يستعرض في عضلاته معناها الفيسبوكية. مسألة ثانية وكما كان يحكي تاو رضا، صراحة هالوزارة هذه وزارة الشؤون الدينية، طالبت أنا في أكثر مناسبة وقلت مفروض تكون وزارة التنوير الديني وليست وزارة فقط معناها لرعاية عدد من الأئمة، وكما قال لك تفقد معناها الأقلية اليهودية والمسيحية مرة في السنة. يعني تحس أن وزارة بالحجم هذه وزارة لا تفكر، وزارة لا عقل لها، لا رؤية لها. والحال أنه كنا ولا نزال نقول أنه التنوير يبدأ خاصة من خلال رجال الدين، وشفنا راي حتى الشعوب الكبرى اللي تقدمت والنهضة الأوروبية وقت اللي قامت، راي صحيح نحكوا على كبار المفكرين والموسوعيين، لكن ننساو اللي رجالات الدين المتنورين في فرنسا معناها وإلا في ألمانيا هم الذين بدأوا في عملية التنوير، ثم تبعهم بقية المفكرين العقلانيين أو حتى العلمانيين. في تونس صراحة لم نرى أي تغيير لا في خطاب الوزارة ولا في فلسفتها ولا حتى في طريقة الإدارة. يعني النجم نجزم لك من الموقع هذا أن وزارة الشؤون الدينية لا زالت تشتغل بنفس التركيبة والرجالات والإطارات التي وضعتها حركة النهضة زمن الترويكا، وظلت الوزارة تقريبا تابعة لحركة النهضة وما جاورها، ونعرف احنا الفكر اللي كانت تتروج له الحركة ومن يدور في فلكها من توجهات واتجاهات، وبالتالي جاءت هذه الإقالة في وقتها. لكن انا البارح نتبع شوية في الأخبار شفت اللي مصر اللي عندها أكبر عدد من الضحايا في الموسم الحج، نحكيه على تقريبا 600 ضحية من مصر، تم فتح بحث تحقيقي صارم ضد شركات السياحة الخاصة والتي تولت تسفير أعداد هائلة من المصريين وإبقائهم في السعودية للتحيل على عملية الحج، وكانوا هما بطبيعة الحال الأغلبية في عدد الضحايا. اليوم تمت إقالة وزير الشؤون الدينية في تونس، لابد من ما فتح ملف الحج. هو صحيح تحت ولاية الدولة في تونس، لكن صراحة قاعدين نشوفوا في ممارسات كبيرة ياسر، لأنه الرقم هذا واللي فيه أعداد كبيرة توفاوا لأنهم سافروا بطريقة غير نظامية، لكن رمضهم سافروا عن طريق وكالات أسفار
والتي تحولت إلى وكالات تسفير ولا يجمع بينها إلا معناها عامل واحد هو الاغتنام وتكديس الأرباح. فما ملف كبير اليوم يزم يتحل في تونس، ملف الحج وما أدراك ما الحج اللي حولناه إلى مزاد تجاري وإلى عملية معناها غنيمة بكل ما في كلمة غنيمة من معنى. كيفاش نجم نصلح سنة باش العام الجاي ما يتحولش الحج كفريضة إلى كابوس لعموم التونسيين؟ هوني باش نرجع معك أيضا خليفة على نقطة كنت طرحتها تقريبا منذ يومين، وهي متعلقة به حتى يعني فتح تحقيق أو العودة إلى مسألة التأشيرات في علاقة بالحج. قلت لك اليوم نقرأ في جريدة تقريب الصباح الأعداد مش معروفة متاع الحجاج اللي مشوا غير نظامين، ولكن توصل تقول حوالي 70,000 حاج يبدو مقيدين في شركات السياحية هذه وكالات الأسفار وغيرها. وصلنا إلى مرحلة الحديث لطفي ورضا أنه ثم ناس تعمل وسطات باش ياخذوا تأشيرة الحج، يعمل تدخلات باش يكون موجود في قرعة يعني الحج. حج بالرشوة، بالرشوة بالمعرفة بالكذا، تعرفش شكون، تعرف السفارة الفلانية، تعرف شكون في وزارة شؤون الدين. راهي مشكل كبير ياسر هذا الحج، كيفاش قاعد تمشي الناس وكيفاش تتنظم العملية هذه الكل. أمام معقول قلت لك أنا نتفاهم واحد يحب يحج، ولكن كيفاش قاعدة تتم العملية؟ كيفاش يقع اختيار 10,600 اللي مشاو بالطريقة النظامية؟ وكيفاش تمكنوا هؤلاء عبر شركات أخرى ينتقلوا لبلد آخر يقول يمنع عليهم منعا باتا دخول الحج، لأنه غاد يعملوا لهم بطاقات ويعملوا لهم آليات زيارة خاصة وتنقل خاصة، ولا تكينها مسيرات في السعودية. وفرض الدخول إلى مكة تقريبا دخل الرئيس المصري بنفس الحالة، وهي حالة شبيهة بين تونس وغيرها. وصلنا إلى الكارثة التي وصلنا إليها في مثل هذه الأيام. في الإطار نفسه كما كان يذكر خليفة، ثم جانب آخر يتحملوه السعوديين ذاته، ثم سكون أبل أن فيزا بيرسوناليزي تعطي فيه السعودية للقاطنين غادي المقيمين. أي واحد مقيم غادي عنده الحق باش يبعث الإنسان ويجيبه من تونس ولا من سنغافورة ولا من يحبه ويجي يؤدي فريضة الحج. هذا زاد حل باب كبير. الجانب اللي يهمنا هنا في تونس هذه كمسألة سيادية سعودية، لكن عندها دورها فيما وقع روا. الجانب آخر هنا أخي، وكالات الأسفار، وكالات شنو هي؟ فاش مختص؟ مختصة في البيتري، تبيع التذاكر وتعمل حجوزات، أكثر من هذا لا، ثماش حاجة أخرى. كيفاش أنت معناها كوكالة أسفار تولي تنظم في العمرة ونشوفوا فيها إعلانات في الصحف وفي البرتو؟ وكالات الأسفار يعني هي قالت أنه غير مسؤولة على ما حصل، وأنه فما أطراف أخرى وموجودة حتى على صفحات شبكة التواصل الاجتماعي هي اللي كانت متسبب في المسألة. تحكي معناها لوكالات أسفار موازية، هذا موجود، لكن الدور اللي تشوف فيهم كما قال لك يعملوا في اعلانات موجودين في الفيسبوك، يعمل عمره يقول لك انا وكاله اسفار فلانيه بالاسم. اذا ثم تعاونيات، وهذا زاد ملف كبير ياسر، هي اللي تقريبا تزود هذه الوكالات الوهمية أو حتى الرسمية بأعداد كبيرة ممن يرغبون في الاعتمار، وتتحول العمرة بطبيعة الحال إلى الحج ومن تصير الفوضى. إيه أنت كدولة اليوم عندك معنى عشرات الآلاف يغادروا تراب الوطن بطريقة معناها شرعية ثم يعودون بطريقة غير شرعية لأنه تجاوز المدة المسموح بها، ما تحلش الملف هذا، ما تسألناش كيما واقفين على حدودنا وقاعدين نعسوا على حدود أوروبا الجنوبية ونمنعوا في الناس باش تحرق لها. ها عندك يا سيدي ملف حارق تونسي، تونسي تنجم تحلو ونشوفوا كيا فيكوا ونحدوا المسؤوليات باش ما تكونش إقالة الوزير فقط لامتصاص الغضب الشعبي ثم تعود حليمة إلى ما تعرفون. نواصل أخبارنا. أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغة عن تعرض مروحية عسكرية خلال مهمة طيران مبرمجة صباح اليوم لحادث أثناء مناورة الهبوط بالقاعدة الجوية بقفصة. تم التدخل الحيني على عين المكان بالطواقم الطبية، وتم إجلاء الطاقم المتكون من طيارين إلى المستشفى الجهوي حسين بوزيان بقفصة، حيث أعلم الطاقم الطبي عن وفاة أحدهما، نترحم عليه وكل التعازي
لعائلته وأيضا للمؤسسة العسكرية. أيضا نذكر أنه كان رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل أمس وزير الدفاع الوطني عماد مميش، وأكد على مواصلة العمل من أجل تطوير القدرات العسكرية للجيش الوطني إلى جانب مزيد الإحاطة بالعسكريين والإطارات والأعوان المدنيين بوزارة الدفاع الوطني وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية. واعتبر رئيس الدولة أن القوات المسلحة العسكرية تعتبر مدرسة في العطاء غير المحدود من أجل الوطن، لا لحمايته فقط وإنما أيضا لمشاركتها الفاعلة في حديد المجالات والقطاعات على غرار الصحة والفلاحة وتأمين الامتحانات الوطنية وغيرها ومعاضدتها لقوات الأمن الداخلي كلما دعت الحاجة إلى ذلك. مش نبدأ معك سي لطفي لأنك من أكثر ممكن المحللين اللي تحدثت على المؤسسة العسكرية وعلى ميزانية المؤسسة العسكرية. خلينا نترحم على شهداء هذه المؤسسة واللي تبقى ديما تحتل مكانة هامة جدا لدى الشعب التونسي، وكل عمليات صبر الآراء اللي صارت في 12 سنة هذوما كانت ديما تبوأها المرتبة الأولى، والثقة هذه ما جاتش من عدم. لازمنا نقولوا زادا أن الحدث هذا ليس الأول من نوعه، نتمنى أن يكون الأخير، لكن تكررت حوادث سقوط المروحيات، وفي كل مرة بطبيعة الحال نخسروا معناها أبطال من هذه المؤسسة العسكرية. وهنا يولي السؤال يطرح حول مدى جاهزية هذه المعدات، وربما في علاقة بما تحظى به من صيانة، وهنا نجم نربط إذا تحب بإمكانات وزارة الدفاع. احنا إذا نتحدث على ميزانية الصيانة يبدو أنها في حدود 4000 مليون دينار، وهي ميزانية ضعيفة وضعيفة جدا بالنظر للارتفاع المشط فيما يخص غلاء معناها قطاع الغيار، رغم أنها سجلت تقريبا ارتفاع 9% مقارنة بسنة 2023، لكن تبقى قلت لك يعني حتى إذا للزيادات تم امتصاصها من قبل انحدار قيمة الدينار التونسي وتواصل ارتفاع قطاع الغيار في مناخ إقليمي ودولي يشهد عديد الحروب، وبالتالي مزيد من الإقبال على التجهيزات العسكرية وعلى قطاع الغيار. هذا اللي ربما يخلينا نطرح أكثر من سؤال حول تكرر هذه الحوادث، رغم ثقتنا الكبيرة في القدرات الطيارجية التوانسة متاعنا. لكن صراحة نذكر آخر حدث صار يعني في بنزرت، وسقط 4 يعني من الضباط، ثم صارت حادثة قبلها في الحامة تقريبا تكاد تتكرر بصفة سنوية. ماذا بينا وزارة الدفاع تشتغل على هكذا ملف وتتعهد بالصيانة للطائرات اللي تعاني ربما من القدم ومن اهتراء في بعض القطاع، لأنه خسارة الطائرة قد تعوض، لكن خسارة الطيارين هي خسارة فادحة وموجعة. يبقى ديما أنه المبلغ اللي قلت عليه الميزانية نتاعها تبقى محدودة بالنظر لما صار زاد يوكل لوزارة الدفاع من مهام. اليوم نلقى وزارة الدفاع موجودة في الجنوب تشتغل على المشروع العملاق، مشروع المحدث في شيرة معناها قبلي، أسوة بنجاح السابق في مشروع رجيم معتوب واللي حولتها من صحراء قاحلة إلى مدينة عامرة ومعناها معمرينها التوانسة، وفيها مشاريع وفيها فلاحة وفيها واحات وإنتاجات كبيرة خاصة على مستوى الغلال وتحديدا النخيل. اليوم في المحدث في المثلث هذاك يعني تقريبا في أقصى أقاصي الصحراء التونسية فما معناها رهان على تفجير 17 بئر، وفما معناها معدات ثقيلة، فما معناها معناها فما مصاريف طائلة، وبالتالي لابد من مراجعة هذا الملف. مفروض ما عادش نسمعه على هكذا سقوط المروحيات التونسية اللي قاعدة في كل مرة تسبب في خسائر بشرية
لا تعوض. ريذال ملولي إضافة اللي كان يحكي في سيلوت في حول ما تقوم به المؤسسة العسكرية، ذكروا أنه أيضا كانت مؤخرا أشرفت على أشغال إصلاح مسبح البلفيدير، وهذا يؤكد أنه أيضا ثقة في المؤسسة العسكرية وفيما يمكن لها إنجازه. أكيد المؤسسة العسكرية التونسية لا أغالي إذا قلت ماهيش المؤسسة بالمعنى التقليدي، معناها الجيش النظامي الحامل للسلاح اللي دوره الوحيد يتمثل في الذود عن حياض الوطن والذود عن حدودنا. المؤسسة العسكرية رو تاريخها زاخر بالأعمال المدنية، وأكاد أقول أن عنا جيش مدني حقيقي. معناها نتذكر أنا من 69 الفيضانات الكبيرة، كانت فيضانات عارمة، معناها دمر جزء كبير من الأراضي الفلاحية والتونسية ومن السدود. الجيش الوطني كان حاضرا، وفي بدايات راي دولة الاستقلال 69 معناها بدايات تشكل المؤسسات، مؤسسات دولة، معناها كان الجيش الوطني حاضرا ومش في لحظة الكوارث فقط. الجيش اليوم رو شيء فظيع فظيع، معناها بالمعنى بمعنى الحجم ما هو موكول إليه من مهام، معناها وتقارنها بالميزانية اللي كان يذكر فيها لطفي، معناها ميزانية ضئيلة جدا. يعني تصور الجيش من حماية الامتحانات الوطنية والدفاع عليها والوقوف أمام مراكز الامتحانات، تأمين الانتخابات أيضا، وتأمين الانتخابات معناها الحرص على أن تكون في البلاد معناها حياة سياسية متطورة وقادرة أنها تقدم المثل، وفي نفس الوقت يهتم كذلك عندنا مفخرة كبرى في المؤسسة العسكرية متاعنا اللي هي الصحة العسكرية، ما ننسوهاش. يعني كتشوف المستشفى العسكري في تونس معناها المستشفى رقم واحد على صعيد جودة الخدمات، جودة الخدمات والكفاءات أيضا، والكفاءات، وفي نفس الوقت معناها خليني نقول الجانب المادي، الجانب المالي اللي هو جانب شفاف إلى أبعد الدرجات، وثم مستشفى ناجح إلى أبعد، ونتمنى أن يبقى. لكن فيما يتعلق بالحدث مع الأسف هذا اللي صار اليوم المحزن، هو مش المرة الأولى رو هذه، وأنا نوافق لطفي في قصة المعدات العسكرية ومدى جودتها، وما قولش الصيانة اللي أنا نجم تكون قدامت نجمة نتذكر، وإحنا الطائرة كاملة اللي سقطت في عهد الرئيس بن علي الراحل، طائرة كاملة فيها قيادة كاملة من القائد الأركان جنرال سكيك إلى واحد سقطت مشات، فهمتني؟ لا نقيب وقت المحواشي ولد إبراهيم الله يرحمه، نقيب وقت مازال كيتخرج معناها، فهمتني؟ فالمطلوب دائما وأبا. ثم حتى نرجع للتاريخ، المؤسسة العسكرية التونسية رأي من المؤسسات النادرة في البلدان العربية التي لم تتدخل مدى حياتها في العمل السياسي، وكانت دائما دورها الوحيد هو الحفاظ على النظام الجمهوري وعلى قيم الجمهورية وعلى يعني التمثل السليم متاع الناس، عكس ما مقام، ولهذا تحظى يعني بثقة كبيرة من الشعب التونسي. يعني هي تقريبا المؤسسة الوحيدة اللي تحظى بهذه الثقة التامة في الشعب التونسي. ومش من الشعب التونسي فقط، معناها أنت تو كنت تمشي رواندا اللي بلاد تعيش فيه طفرة معناها تنموية خليتها تولي مثل. رئيس رواندا بول كاغامي مدين للجيش التونسي بحياته، وهذا ذكره في أكثر من مناسبة، لأن وقت صارت الحرب الأهلية في رواندا كان ثم موجود الجيش التونسي ضمن البعثة الأممية، وكان هو الذي أنقذ السيد بول كاغامي من الموت. نمشي معك أكثر، كي تدخل لإفريقيا تلقى سمعة ناصعة جدا للمؤسسة العسكرية، كي تمشي للكونغو خاصة اللي شهد حرب أهلية مدمرة في الستينيات، وكانت بعثة
التونسية ضمن البعثة الأممية، وكانت إشادة كبيرة من الأمين العام للأمم المتحدة بأداء البعثة التونسية. وهنا ربما هي مناسبة باش نترحموا على رئيس البعثة الكولونيل الأسمر بوزيان، فتحكي المذكرات أنه في مكان ما في الكونغو سقطت مروحية كانت ممتلئة بالذهب، لأن الكونغو كلها مناجم تاع ذهب وكان ينهب بصفة يومية في تلك الحرب. عندما سقطت الطائرة أسرع عدد من الجنود التونسيين لأخذ هذا الذهب للانغو دار، فقام الأسمر بوزيان وأشهر سلاحه، قال لهم هذا يستحيل، on est venu pour pacifier le Congo non pas pour le piller، جئنا لنرسي السلام في الكونغو وليس لننهب الكونغو. وتم جمع ذلك الذهب وتقديمه لممثل الأمم المتحدة، ودونت هذه الحادثة بأحرف من ذهب في الكونغو. واليوم كي تمشي للكونغو تلقاهم يحكوا على حاجتين، يحكوا على الأسمر بوزيان، يحكوا على بورقيبة، لكن يحكوا على السيد كمال مرجان الشخصية الأممية، واللي فما قاعة في الكامبوس يونيفرسيتير نتاع الكونغو تحمل اسم قاعة كمال مرجان. خليفة، هو من ماهوش سيد حاجة كبيرة اللي قالوها لطفي ورضا، ولكن أنا نقول من زاوية أخرى أن المؤسسة العسكرية هي مؤسسة انضباطية في الذهنية العامة بالنسبة لنا احنا، أكثر مؤسسة انضباطية في فترة عشنا فيها تقريبا من 2011 إلى الآن انحلال كبير في معظم مؤسسات الدولة ومرافقها العامة. بقي استثناء يذكر هذا، وقبيلة كرضا يحكي على المؤسسة العسكرية في الجانب الصحي، المستشفى العسكري، كذلك التكوين المهني العسكري ومقاومة التصحر ومقاومة الإرهاب. هذا مهم ومهم جدا. أنا شو نقول في الوضعية اللي نعيشها هذه؟ صحيح ميزانية وزارة الدفاع شوي، مشكل ميزانية وزارة الدفاع، وزارة التربية، وزارة الثقافة، زوز مسائل شوية في تونس. أنا في تقديم مرتبات الناس شوي مقابل مقدرة الشرائية، وميزانيات الوزارات شوية مقابل ما ينبغي على مستوى الاستثمار. معظم الميزانيات ماشية للشهاري، ما عندكش قدرة، لكن بإمكانك أنك توظف وزارة الدفاع مثلا في التكوين المهني، اللي عندنا مشكل انقطاع المدرسي كبير ياسر. مراكز التكوين المهني العسكري متطورة جدا، وفيها البعدين، الجانب المعرفي والتقني والجانب الانضباطي. واحنا نلاحظوا توعدنا سنين عزوف على الإقبال على العامة متاع الجيش عند شبابنا، ثم عزوف كبير الخدمة العسكرية، الخدمة العسكرية، وتشوف بلغات المؤسسة العسكرية، واللي ما يمشيش يصدر فيه حكم هو مش عارف بروحه، وما يمشي يشوف إعفاء وشوف تأجيل وشوف غيره، يطرح سؤال علاش كل هذا العزوف. هل الوزارة نظرا لميزانيتها قليلة ما عادش حارسة وما عادش كرافل باش تهز الناس ويتعلموا كل عام؟ هذاك مهم جدا في التكوين للشخصية مبدئيا، وفي الانضباطية، وفي الروح الوطنية. ممكن نستفيد ونستأنس بين وزارة التربية اللي تعيش حالة من الانقطاع المدرسي الكبير، اللي تقول التقديرات توصل حتى 100,000 ساعات في السنة، واللي هما بدون أي شهادة علمية في مستويات تاسعة أساسي وسنة أولى وثانية ثانوي وغيرها، ومراكز التكوين المهني العسكري اللي مفتوحة واللي ممكن تأدي خدمات حتى على مستوى التوجيه والاستئناس والرقابة لمراكز التكوين اللي تابعة وزارة التشغيل. عندك مراكز تكوين كبيرة والناس ما عادش قاعدة تمشي لها. في عالم يبحث عن الشهادة التقنية سواء كان في بلادنا، ولا عندنا مشكل احنا في الشهادة التقنية، سواء كان في الاتفاقيات مع الخارج اللي يطالب منا كثير، وقت تقول راه هذا يتكون ويتكون في مراكز تكوين عسكري، متاكد انك تنجم بين ظفرين بعد تبيعه، يعني ممكن الشهاده هذيك والوظيفه هذيك توفر لها في وكالات التعاون الفني، خاصه انه الجيش التونسي سابقك في مهام امميه كبرى، مش كان في الافريق، مشى لكمبوديا جيش تونس، مشى لكمبوديا ومشى غيره من الدول، وبالتالي هذا تنجم تربط هذا مع ذاك ونستفيد أولا كما قلت لك بالمسألة الوطنية، ثانيا بالانضباطية، ثالثا بالتكوين التقني والحرفي في مراكز التكوين العسكري. نمشي وفاصل ونرجع نواصل أخبارنا.